على مرمى حجر من بنايتها هذه التي باعتها من أجل خدمة أحبائها، وفي فندق برازيليا سويت المتواضع في الحزمية ودعت صباح الحياة. في الغرفة 307 في الطابق الثالث أمضت سنواتها الأخيرة محاطة من قلة من أقربائها وأصدقائها. هنادي ممرضتها التي بقيت كظلها تروي دامعة كيف ودعتها الصبوحة. آخر لحظة فت لعندها الساعة 12، حطيت الدواء وسألتها شو بدك حبيبي؟ قالت لي روحي نامي وارتاحي. هذه هي كلمة الأخيرة كانت. كانت كتير منيحة وقلبها كتير منيح، والتنفس تبعها الأكسجين كان على 98 وماشي الحالة، وما ضيعت أبدا أبدا. وبليلة من مثل امبارح شي نامت وما قامت، كانت عايشة بسلام في هذه الغرفة المتواضعة. كل ما بقي لصباح من حياة صاخبة. حلاقها جوزيف غريب هو من أخذ على عاتقه كل تكاليف شيخوختها المنسية. أي إنسان بده يطلع له لو كباية مي بده تدفع له حقه. صبوحة عاشت كريمة وعاشت كبيرة، وماتت كبيرة وماتت كريمة، وماتت صباح وماتت جنات فغالي. أعطت كل ما تملك وأحبت كل الناس، وأكثر ما كان يؤلمها سماعها شائعات وفاتها المتكررة. إزعلها بصراحة بعدها عن أولادها، كانت تتمنى دائما يكونوا حوالها. بنات وأحفاد شقيقاتها تجمعوا هنا حول صورتها المحاطة بالشموع، يستقبلون محبي صباح في انتظار وصول ولديها من أمريكا لتشييعها الأحد المقبل. آخر الوصايا طبعا لو دايما كانت تردد لي إياها، بس ظلت مصر عليها أنه ما بدي الناس تزعل بكرة، بس روح خليها تفرح، لأن أنا كنت جسدهم الفرح. بدي يحطوا أغنية ويرقصوا الدبكي وينبسطوا. هنا في وداع صباح تسقط كل الحواجز السياسية والدنيوية، فهي التي غنت يا ناس الدنيا دولاب، وكأنها تغني في وداعها راجعة على ضيعتنا وعامر فرحكم عامر.